خلينا نرجع مرة تاني للصحافة وللصحفيين نفسهم. وضع الصحفي المصري اختلف كمان خلال السنوات الأخيرة. خلينا نبدأ بداية بالكارنيه اللي بيحمله الصحفي، كارنيه النقابة. الكارنيه كان المفترض ان هو يدخله اماكن كتير بسهوله، يوفر عليه تصريحات، لكن حاليا الصحفي مع الكارنيه وبيحتاج يعمل تصريحات كتير الى جانب هذا الكارنيه. دي ازمه المهنه، ده تعبير. ليه الازمه دي حصلت؟ دي تعبير عن ازمه المهنه، واعتقد ده تعبير عن ازمه النقابه في الفتره الماضيه. احنا دستوريا ان الجهه التي تعطي تصريح مزاوله المهنه في هذا البلد لمزاوله هي الصحافه، والكارنيه ده هو تصريحي لمزاولة المهنة اللي بياخده من الجهة الوحيدة المسموح بمنح ليها، اللي هو كان فساعتها ده معناه أنني حصلت على التصريح الأهم لأن أزاول مهنة الصحافة. هل بعد كده المفروض أخد تصريحات أو تصريح عشان أعمل في الشارع؟ هل المفروض أخد تصريح عشان أصور؟ لا، المفروض ما يحصلش كده. ما جرى أن لدينا مجلس أو مجالس سابقة صمتت على تعديلات قانونية أو على قوانين جديدة أضافت نصوص بتشترط الحصول على تصريح أخرى لمزاولة المهنة في الشارع. الحقيقة ده كلام ما كانش ينفع يعدي، ورغم رفض أعداد كبيرة من الصحفيين لهذه النصوص، لكن المجلس تجاوز عن ده واعتبر في هذه اللحظة أن القوانين دي تعبير عن أن الصحافة بخير وأن دي أحسن قوانين في تاريخ الصحافة، رغم أن ده كان واضح للعيان، كان هناك نصوص كثيرة معترض عليها ورفضها الصحفيين، ولكن النقابة في وقتها صمتت عليها. في الوقت ده حتى النقابة صمتت بعد ذلك عن التفاوض حتى على المساحات دي، اللي هي تقييد حتى النص القانوني من خلال اتفاقات مع القائمين على الداخلية أو على الأمن بشكل عام، بحيث أن التصريح الأساسي هو تصريح مزاولة المهنة الرئيسي اللي هو كارنيه نقابة الصحفيين. التراجع ده هو انعكاس لحالة تراجع قدرتك في التعبير عن المواطنين بشكل عام، وانعكاس لوضع نقابي الحقيقة اللي أنا قلت عليه اللي هو أشبه بحالة موت سريري، لأنه لم يكن حتى يتفاوض على الحق الدستوري الوحيد اللي في إيدينا إن احنا نمارس مهنتنا بلا، طالما حصلت على ترخيص مزاولة المهنة الرئيسي بلا تراخيص أخرى. ده كاشف عن الوضع اللي احنا فيه. طبعا استعادة قيمة الكارنيه وقدرته على إن واستعادة مكانته كتصريح مزاولة مهنة، احنا مش عايزينه مثلا، مش عايزين على راسنا ريشه زي ما الناس بتتكلم، احنا بنخش الصحفي بيتمرمط كتير جدا على ما ياخد الكارنيه، وبعد كده القيمه الرئيسيه ان انا استطيع ان ازاول مهنتي من خلاله. فلما افتقد ده خلاص انت نفسها المهنه نفسها افتقدت كثير من الشروط. انا اظن ان ده تفاوض لابد ان يستمر، اولا على تغيير هذه النصوص، والمفاجاه ان الكلام ده جه ممن صمتوا على الوضع ده سابقا. المفاجأة الثانية ان وزير الاعلام السابق او الاخير الاستاذ اسامة هيكل لم نفسه اللي هو كان جزء من المشاركين في وضع، خرج ليقول ان هذا المشروع وضعناه منذ سنوات للتغيير كاختبار يجوز تغييره، فهو بيدعو لتغيير نفس النصوص. فاعتقد ان بقى في اجماع صحفي بالممارسة اللي حصلت على ضرورة تغيير هذا النص. وحتى تغيير هذا النص اعتقد ان احنا علينا دور، بقى علينا دور احنا كنقابه الصحفيين دلوقتي ان نتفاوض على اعاده الاعتبار لكارنيه نقابه الصحفيين، والا نحتاج لتصاريح اخرى لحين تغيير النص القانوني. ده هو اللي ربما يتيح، زي ما هنتفاوض على حاجات ثانيه، نتفاوض على اصدار قانون لحريه تداول المعلومات، زي ما نتفاوض على اصدار قانون لمنع الحبس في قضايا النشر بشكل عام، او لمنع الاحكام السالبه للحريات في قضايا النشر بشكل عام. وديت ميزه للمجتمع ككل، وميزه لمن يمارسون نقل المعلومه، عشان في الاخر نبقى اداه حقيقيه لتداول المعلومات في هذا البلد، واداه لخدمه هذا البلد بنقلنا للمعلومات بالمناسبه. فاحنا الحقيقه لا، ده انعكاس موضوع الكارنيه هو انعكاس لحاله المهنه. أول ما تفتقد قيمة تصريحك لمزاولة المهنة فقط مهنتك نفسها بتتراجع، وده اللي حصل خلال السنين اللي فاتت. إذن على يعني رأس الأولويات في أجندة حضرتك وباقي المجلس هو فكرة التفاوض حول التشريعات والقوانين الخاصة بكيف يزاول الصحفي مهنته. طبعاً بس كمان في أولوية أولى الآن، وربما هي البداية، لازم نعيد النقابة بيتاً لكل الصحفيين. بمعنى النقابة اللي كانت مغلقة لفترة طويلة في وجه أبناء المهنة اللي كانوا بيخشوا ما يلاقوش مساحة للحديث ولا تناول قضاياهم جواها. المقيدين في النقابة ولا طبعًا العاملين بصفة عامة؟ لا، كل الصحفيين المفروض ديت مساحة تداولنا بشكل عام. هنضع ضوابط للدخول لأننا نتعامل، بس في الآخر على الأقل المقيدين في النقابة نفسهم ما كانوش بيعرفوا يلاقوا أماكن داخل نقابتهم للنقاش، ما كانوش بيعرفوا يلتقوا مجلسهم لطرح مشاكلهم عليه، فما كانوش بيلاقوا فرصة حتى
وضع ان انا التقي والتقي ضيوفي والتقي زملائي للنقاش حوالين المهنه ما كانتش مطروحه اصلا. فاستعاده النقابه كبيت لكل الصحفيين ده لابد ان تكون خطوه اولى لاستعاده الصحفيين لبيتهم، فنخطو للخطوات التاليه بعد كده. ده بداناه منذ اللحظه الاولى. يمكن ده يفسر ان اولى القرارات كان عوده المقاعد والكراسي داخل النقابه والادوار المختلفه. والازمه ان هذا البعض اعتبره انجازا. ده تعبير عن وضع النقابه قبل كده، لما يبقى النقابه خاليه من الكراسي، لما يبقى فيه اساتذتنا لما كانوا يجوا يمروا على النقابه ما بيلاقوش كرسي يقعدوا عليه الكبار. طبعا ده مش احنا مش حاطين كراسي للكبار، احنا حاطين كراسي عشان نقعد مع بعض عشان نتناقش في قضايا المهنه، وعشان النقابه يبقى نقابه للناس. فاول ما ترفع الكراسي معناها انك تطرد اصحاب البيت من البيت. احنا بنحاول نستعيد اصحاب البيت الى الاول داخله، يعني يشعروا ان ده بيتهم في البدايه، ان يشعروا ان حقهم ان يناقشوا مجلسهم، ان يقيموا، ان يفرضوا عليه رؤاهم، او ان يطرحوا معهم نقاشا، ان يفتحوا معهم نقاشا دائما ومفتوحا حول قضاياهم. دي البدايه لانك تخطو الخطوات التاليه. عندما تستعيد قيمه الجمعيه العموميه وتاثيرها وقوتها وقدرتها في الرقابه على مجلسها من خلال التواجد المستمر، ومن خلال طرح قضاياهم عليه، ومن خلال ابواب مفتوحه للجميع عشان نناقش القضايا مع بعض، هنا تبدا تاخذ الخطوه الثانيه لانك تطرح نقاشا مفتوحا حول القضايا الاخرى، تشريعات اوضاع المهنه بشكل بقوه الجمعيه العموميه وبحضور الجمعيه العموميه.